الحلة السخنة دي هجيب فيها سنة زيت عادي، بسم الله كده اهو، وعلى سنة الزيت دي هجيب عندي بصلاية كبيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة كده، نفديك فيه شوية، خلي ده كده كويس. ماشي، وعين البصلية بتقطعها كبير شوية بس ماشي. ولا اقول لك لا، البصلية دي للأمانة عشان بس ما نظلمش نقطعها، بتاعة المفروم، بتاعة اللحم المفرومة هتنزل هنا اهي زي ما هي كده. ماشي، ده واخداش شايف والله ولا حاجة، بس معلش زي ما احنا هناخد بس بصلية أنعم شوية عشان صوص الطماطم ما يبقاش فيه بصل كبير، معلش اهي كده. ادي البصلية اللي انا قصدي عليها هنا، ودي برضو بصلية المفروم اللي هو اللحمة المفرومة. هجيب عندي اللحمة بتاعتي ألف به لحمة متعصجة أي كان، بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل أسود وملح، دول أي حاجة خالص كده اهو. الفلفل عشان ريحة الزفارة وأنا بقلب أشم ريحة كويسة، والملح عشان ما تخرش يعني تخرز مني ما تكلكعش. معلقة لطيفة تانية وأنزل بيها على البصلاية. هرجع للمفروم، المفروم ده خلاص خد تبهيرته اللطيفة وتشوه ما جابش مني مية، واللي أنا عايزه حصل الحمد لله. هتعمل إيه؟ خد مني دي، هديله مكعب مرقة مفروم وكأنه بهار، ركز معايا. وهديله كمان عندي معلقة توم حلوة، وهاجي برضو أطعمه بطاتش زبدة أو سمنة. المفروم بتاع الإيه؟ الطاجن. طاجن إيه؟ طاجن اللحمة. والمفروم عندي بقى جاهز زي ما حضراتكم شايفينه، شايف المفروم. ممكن ازود له بصلايه من عندي بقى تاني اهو عشان الكميه تكتر شويه. بص المنظر اهو، ولسه صوص الطماطم لما يتسبك هاخد منه قفه شغاله عسل، ونخليها خفيفه مش تقيله. وهنا المفروم عندي تمام. المفروم لما بقى تمام بقى ناقص له ايه؟ بعد ما حطينا حبه المرقه في ودن نعمل كده عشان نقفل برده. بسم الله بسم الله، صوص طماطم حلو كده شويه، نقفلهم هنا وتعصجوا مع اللحمه بقى وشم الروائح. ده بتاع ايه بقى؟ ده بتاع المكرونه الفرن. اه شايف بس صوصها عالي شويه كده، بعض حاجتها كلها. طب ليه حطيت مكعبات مرقه؟ ما انت ممكن تحط مرقه. اقول لك لا، انا حاطط مكعبات مرقه كبهار. هنا عندي ده زي ما احنا كده غلوتين، وهوطي النار، اغطي على الوش كده. متشكرين. ده ناقصه ايه؟ ناقصه حبه فلفل اسود يبقى فيه ريحه حلوه برضو انا عايشها. لحظة واحدة هكون مع حضراتكم حالا 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 حالا. أروق بس إيه دنيتي. فلفل أسود، وهنا كمان حبة فلفل أسود. أرفع المعلقة دي وأوطي النار وأغطي. عشان ما إيه؟ ما يبهدلش الدنيا. حتى في البيت تعمل كده، نهدي النار على صوص الطماطم. وهنا شايف المفروم بقى عامل ازاي؟ يتسبك جاهز ان شاء الله على التقفيل. افندم واسف للتاخير. افندم؟ صفاء هانم صباح الورد. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ نحمد ربنا. حضرتك طيب. وحضرتك بخير، تسلمي. وبمناسبة السنة الجديدة والأشهر الكريمة اللي هتمر علينا بإذن الله. آمين يا رب علينا جميعا يا رب. حضرتك على ذوقك وأخلاقك. الله يخليك يا فندم. وأنت بتجبر أي حد يحترم حضرتك. لا والله يا فندم، ده أنتوا اللي محترمين وعلى راسي والله. والله العظيم أنا بتصل بك عشان أشكرك بس والله، وأتواصل معاك. أنا أول مرة أتواصل على فكرة في التلفزيون أو أي اتصال. والله شرف لينا يا حاجة والله، وكتر خير حضرتك والله. تسلمي يا ماما والله. يعني مكالمة عزة على قلبنا، ولينا الشرف حتى تكلمينا والله. ربنا يسعدك ويسعد ايامك ويكفي شر طريقك. تسلمي. ربنا يخليك. انا ليا طلب عندك بقى، انا عايزه اشترك في المسابقه. يا سلام، تنورينا يا فندم. حالك كويس. عندي 57 سنه على فكره. ربنا يديك الصحه وطول العمر. يبارك في عمرك. حاضر. ربنا حاضر. يبارك في أوامر. عمرك. اوامر. حضر لك الخير. حالك في كنترول مع زمايلي، سجلي بياناتك وتشرفينا يا ماما. حاضر. شكرا. تحت امرك. المكرونه واللحم المفرومه تمام. ادي كيس المكرونه بتاعنا. مسلوق بس خدوا بالكم، انا عندي مشكله في المكرونه مع بعض الناس شويه. انا المكرونه عندي بشاميل فرن اي حاجه هتخش تسويه تانية واحده واحده يا شيف. يعني ايه تسويه تانية؟ يعني انا بسلق المكرونه عشان احطها في صوص ابيض احمر، ادخلها في طاجن، الخ ايا كان، تبقى نص سوا يا فندم، تبقى نص سوا، والنبي اسمعوا كلام اخوك الصغير، تبقى على الاقل كده.
ماسكه نفسها. اوعى تحطي مكرونه واخده 10 دقائق منك في التسويه مسلوقه ومتكسره وتحطيها في مكرونه بشاميل وتزعلي في الاخر. اوعى تحطي مكرونه مسلوقه ومتكسره وتحطيها في طاجن وتزعلي في الاخر. ما انت يعني احنا سلقناها زياده. وبعدين مشكله المكرونه كمان ايه بقى؟ لما بتتسلق مش بس بتتكسر، النشا بتاعها بيربط الاكل. يعني لو انت حضرتك عامله صينيه مكرونه بشاميل، البشاميل مع النشا اللي وقع مع المكرونه مع تكسير المكرونه بقت عجينه يا فندم. الموضوع هيروح في حته ثانيه خالص. فالافضل ايه يا شيف؟ ان احنا نسوي مكرونتنا كده. بص يا استاذي معايا كده تبقى ماسكه نفسها. بص 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 ملوش دعوه على فكره بشتغل مكرونه مصري اللي موجوده في كل الاسواق. اكيد مش هشتغل مكرونه ايطالي او حاجه غاليه عشان اوري، لا مكرونه والله. بس لولا الاعلان كنت اقول اي كيس مكرونه قد ايه التسويه يا شيف المضمونه؟ هقول لك على حاجه، من 5 لـ 7 دقائق احلى نوع 5 دقائق، اوحش نوع 7 دقائق. شوف بقى بقولها بكل الطرق. ليه بقى؟ 7 دقائق على النار، ميه بتغلي، اصفي ودي مساحه دقيقتين ثلاثه في الصوص بقى ايا كان، جوه الفرن في الطاسه ايا كان، يبقى ظبطنا تسويتنا وهو ده المهم جدا. طيب نرجع سريعا، هجيب عندي سن زيت زيتون على المكرونه الحلوه دي. ماشي الكلام. وانا عندي الحكايه دي انا بحبها انا شخصيا، فلفل اسود على المكرونه المسلوقه، مش عارف ليه بحبها. ودي سباجيتي اكتر الصراحه، تاكلها وانا صغير، مش عارف هل ده بقى حاجه مقصره فيا بس ماشي. حابب بقدونس تاتش فلفل مفروم، ركز يا عمي. شوف المنظر عامل ازاي؟ دي مكرونه بتاعه ايه؟ الفرن. بص المنظر. تمام لحد كده؟ تمام زي الفل. هتعمل ايه يا شيف؟ هاخد حبه كده صغننين دول، شايفهم؟ خليهم على جنب. والباقي بص المكرونه بقى قدامها ايه؟ نص كيلو لحمه بقى قد ايه ما شاء الله؟ على كيس المكرونه عامل شغل حلو، عامل كميه لطيفه. يطلع منه قد ايه يا شيف؟ يطلع منه 3 أو 4 طواجن عادي جدا زي دول، او 6 صغيرين او 2 كبار من اللي احنا بنعمل بيهم الباميه والحاجات دي. بص المنظر، لازم تبقى جوسي كده. وريحه الفلفل حلوه والبقدونس ملعلعه وزيت الزيتون، هي كده. بسيطه بسيطه ما فيهاش اي حاجه على فكره كنا اتربينا عليها في البيت ولا فيها اي افتكاسه. تمام لحد كده؟ تمام. وبعدين نعمل بقى ايه؟ كده بسم الله نقفل الطاجن اهو يا سيدي. كده. 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 كله زي بعضه يعني، لحمه تحس ان هي واخده كله من نفس الطعم، مفيش طاجن تاني صغنن. ماشي يلا اوكي. ازود بقى وتمام جدا كده. هنيجي بقى نساوي الامور دي. نعم حاضر. بص حبه تانيين بقى ما فيهمش صوص على الوش. حاضر يلا كده اهو. ماشي الكلام لحد كده. واروح عامل ايه؟ جايب حبه صوص طماطم حلوين كده، مغرفه لطيفه. هطلعك فاصل حالا من الطواجن دي حالا. يلا يا باشا جهز اتفضل وابدا ارش كده. اتفضل يا استاذ. اطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل نور. اتفضل.